مرحبا بكم سادتي الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المنوع بعيدا عن السياسة. أجرى طبيب إسباني أول عملية جراحية بواسطة الجيل الخامس من الهواتف النقالة مباشرة على المسرح الرئيسي للمؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة في برشلونة MWC. وسبق للطب أن استعان بالشبكات اللاسلكية، إلا أن الجيل الخامس يوفر صورة ودقة محسنة، وهي أمور أساسية للفرق الطبية لاتخاذ القرارات مع توفر أكبر قدر من المعلومات لديها لتجنب الخطأ. وأشار الطبيب أنطونيو ديلاسي إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى لتحقيق الحلم الذي يقوم على إجراء عمليات جراحية عن بعد. انطلق صاروخ سيوز STB حاملاً 6 أقمار اتصالات بريطانية بنجاح من مطار كورو الفضائي الأوروبي في غويانا الفرنسية لتوسيع انتشار الإنترنت في العالم. وكان من المقرر إطلاق سيوز في 20 من الشهر الحالي، إلا أن عمليات الإطلاق تأجلت لإجراء فحوص إضافية على الصاروخ. وكانت مؤسسة روس كوسموس الروسية قد أبرمت في يونيو 2015 اتفاقاً مع الشركة الفرنسية وأخرى بريطانية لإطلاق 672 قمراً إلى الفضاء من مطارات كورو الأوروبي وبايكونور الذي تديره روسيا في كازاخستان. بدأت شركة تركية أسسها رواد أعمال شباب بولاية أسكيشهير بإنتاج قطع وأجهزة تستخدم في صيانة طائرات ركاب من طرازي بوينغ وإيرباص بكلفة أقل بنسبة 60-75% من نظيراتها المستوردة. وقام فاتح تونغا، وهو خريج كلية الملاحة الجوية والعلوم الفضائية، بتأسيس شركة BDH لعلوم وتجارب الطيران من خلال فكرة راودته لتطوير قطع وأجهزة تستخدم في صيانة الطائرات. وتمكن تونغ البالغ من العمر 30 عاماً من إنتاج عدة قطع تعد من أهم قطع طائرات بوينغ وإيرباص، وذلك بالاعتماد على الموارد المحلية وبكلفة أقل من نظيراتها المستوردة من الخارج. أعلنت شركة فولفو عن إطلاق نموذجين من الشاحنات الكهربائية الصديقة للبيئة، وصنعت أول شاحنة FL Electric بهيكل يزن 16 طناً ومحرك كهربائي بعزم 252 حصاناً وعدة أنواع من البطاريات بسعة تتراوح بين 100 و300 كيلووات، ويستغرق شحنها نحو ساعتين في المحطات المخصصة للسيارات الكهربائية، وتكفي الشحنة الواحدة منها لقطع مسافة 200 كيلومتر. وتأتي الشاحنة الثانية FE Electric بمحرك كهربائي بعزم 500 حصان وهيكل يزن 27 طنا وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة. ومن المنتظر أن تبدأ فولفو بإنتاج هذه الشاحنات في النصف الثاني من العام الحالي. استقرت نسخة طبق الأصل من سفينة تجارية أثرية غارقة في مضيق البوسفور بمتحف رحمي كوتش في مدينة اسطنبول، وعثر على السفينة الغارقة مع حمولتها خلال أعمال حفريات أثرية بمنطقة ياني كابي على هامش مشروع مرمراي الرابط بين شطري اسطنبول عبر نفق تحت الماء ويشمل قطاراً للأنفاق.
وأظهرت الدراسات على الشكك المعدنية والقوارير أن السفينة التي أطلق عليها يانيكابي 12 تعود للقرن التاسع بعد الميلاد. عرضت شركة إنرجايزر خلال معرض MWC الأخير هاتفاً مزوداً ببطارية بسعة 18,000 ملي أمبير، وهي الأكبر سعة بين بطاريات الهواتف في العالم. وتفيد الشركة المصنعة بأن بطارية الهاتف الكبيرة تكفيه ليعمل 50 يوماً في وضع الانتظار، كما تكفي لمشاهدة الأفلام والفيديوهات لمدة يومين، ويمكن شحنها في ظرف 9 ساعات. كذلك يمكن استخدامها كشاحن محمول للهواتف والأجهزة الذكية، ومن المفترض أن يطرح الهاتف في الأسواق بسعر 600 دولار. تمكن التركي طارق شاهين الخبير بالصناعات الميكانيكية من صناعة مركبة قادرة على السير في الطرقات الوعرة بكل سهولة ويسر. وأوضح شاهين أنه يعمل في مجال الميكانيك منذ 30 عاماً، وتمكن من تصميم مركبته الخاصة بعد عجزه عن شراء مركبة بسبب الثمن الباهظ لها. وأنجز شاهين العمل في مركبته التي أسماها الذئب الوحيد خلال 2 شهر فقط، مستخدماً قطع الخردة إلى جانب بعض القطع المستعملة وبعض الأجزاء الجاهزة. سجل مقطع فيديو يوثق ظاهرة غريبة تشبه إلى حد كبير آلية حدوث تسونامي، وبالإمكان تسمية ما حدث بتسونامي الجليدي. ويظهر المقطع تدافع قطع كبيرة من الجليد بسرعة نحو ضفة بحيرة متجمدة جزئياً، لتتجمع خلال ثوان أطنان من الجليد على ممشى الكورنيش المحاذي للنهر، حيث صور أحد المشاة ما جرى في أثناء تواجده هناك. ولطالما كانت قطع الجليد عائمة على سطح البحيرة خلال فصل الشتاء، إلا أن هبوب عاصفة عاتية على المنطقة الشمالية دفع بتلك القطع المتجمعة في البر في ظاهرة بيئية تشبه تسونامي. وحدثت الظاهرة الطبيعية على ضفاف بحيرة إيري بين الأراضي الأمريكية من جهة والكندية من جهة أخرى. تشتهر العاصمة الماليزية كوالالمبور بسوقها المسقوف الذي يعكس ثقافة مختلف شرائح المجتمع. ويعرف السوق باسم باسار سني، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1888 بغرض بيع الخضروات والأسماك. لكن المبنى الرئيسي للسوق
أغلق مؤقتاً مطلع السبعينيات من القرن الماضي، ثم أعيد افتتاحه ليكون مخصصاً للمنتجات التي تعكس ثقافة شعب الملايو والفنون التقليدية. وقسم السوق وفق المنتجات المباعة التي تشمل تحفاً وهدايا وأشغالاً يدوية تعكس ثقافة الملايو والمجتمعات المحلية. ويمكن للزائر رؤية الملابس التقليدية لشعب الملايو التي يرتدونها في المناسبات الخاصة، ويطلقون عليها باجو ملايو والخنجر التراثي كريس وغيرها من الأشغال التي تعكس ثقافة البلاد، حتى أصبح هذا السوق معلما مهما يقصده السياح. ويعد طريق كاستوري الواقع بجانب السوق من الوجهات المفضلة للسياح أيضا، حيث تباع فيه الحلويات والمشروبات والعصائر والمأكولات التقليدية. بأدوات بدائية وتقنيات عتيقة يصنع العسل الأسود في هذه المصانع التي لم تعرف التكنولوجيا الحديثة طريقا لها بعد. هنا وعلى بعد 250 كيلومترا جنوبي القاهرة تتم صناعة العسل الأسود الغني بالطاقة، والذي يظهر كعنصر أساسي في وجبات الإفطار لدى الكثير من المصريين، لا سيما أن ثمنه في متناول اليد. وبحسب صاحب هذا المصنع، فإن العسل الأسود سلعة شعبية تستهلكها المناطق الشعبية في القاهرة، وهي مهمة لوجود بعض العناصر المفيدة فيها مثل الحديد واليود، وهي تقوي وتمنع وجود بعض الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، لذلك تعد صناعة واعدة بالنسبة للصحة العامة للإنسان. ولصنع العسل يشارك فريق كبير من العمال في هذه العملية التي تشمل عصر قصب السكر في وعاء تسخين ضخم قبل تقليبه بقوة. ويمر العصير عبر أنابيب لغرفة تسخنه إلى درجة حرارة تبلغ 200 درجة مئوية قبل تبريده وتحويله إلى عسل أسود، ويصبح سميكا بمجرد أن يبرد. ويعود التاريخ المدون لعملية صنع العسل الأسود إلى 150 عاما مضت، ولا تزال عشرات الورش تعمل في صعيد مصر فقط لتلبية الطلب الكبير على هذا المنتج اللذيذ. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم كما وعدناكم في الحلقة الماضية عن عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب. سنتكلم اليوم عن ارتفاع التوتر الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم. حقيقة ارتفاع التوتر الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم يسمى طبيا القاتل الصامت. لماذا قاتل ولماذا صامت؟ أولا قاتل لأنه سيؤدي بالتأكيد في حال عدم انضباطه إلى مشاكل كبرى تؤدي إلى الموت، منها النزف الدماغي ومنها السكتة القلبية ومشاكل أخرى. ولماذا صامت؟ لأنه لن في عند كثير من المرضى لا يتم تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني إلا صدفة أو بعد إعطائه اختلاطات كبرى كالنزف كما تكلمنا وكالسكتة القلبية. 70-80% من الإصابات في ارتفاع التوتر الشرياني للأسف يتم تشخيصها صدفة في مجتمعاتنا عن طريق الفحص الروتيني أو نتيجة مراجعة الطبيب لأمر آخر. الضغط الشرياني منتشر جدا، واسع جدا، يقسم إلى ارتفاع ضغط شرياني أساسي، هذا عادة ليس له أسباب واضحة ومحددة، وهذا يشكل 90% من ارتفاع الضغط الشرياني وتلعب الوراثة دور كبير فيه. الأمر الثاني هو ارتفاع التوتر الشرياني الثانوي، وهو يكون ناتج عن مشاكل أخرى في الجسم مثل في بعض الأورام الهرمونية، في تضيق شرايين الرئوي الكلوية ومشاكل أخرى. طبعا ارتفاع التوتر الأساسي هو يصيب الأعمار كافة وخاصة الأعمار الكبيرة، أما ارتفاع التوتر الثانوي يأتي في أعمار مبكرة، قد يأتي في العمر 15-20-25 سنة. لذلك أي ارتفاع توتر شرياني مبكر يجب أن نعتبره ثانوي حتى يثبت العكس، يجب أن نبحث عن أسباب أخرى لوجود هذا الضغط، لأنه عدم معالجة السبب الرئيسي سيبقي المريض في دائرة الضغط واختلاطات الضغط، ولن يجعل الطبيب يستطيع أن يضبط هذا الضغط الشرياني. طبعا الضغط الشرياني ليس كل من قاس ضغطه وطلع مرتفع فورا يجب أن نقول له أنه ارتفاع ضغط شرياني، يجب أن يكون هناك أكثر من قياس في أكثر من وقت أثناء النهار. يجب المريض أن يكون في حالة راحة بعيد عن المنبهات، دون شرب قهوة أو شاي، دون أكل ملح، دون وجود توتر نفسي، فيجب أن وقتها يجب أن نأخذ قياس الضغط. يجب أن يكون قياس الضغط المشخص أو الذي سيعتمد عليه العلاج من قبل الطبيب مباشرة، يجب أن الطبيب لا يعتمد في قياس الضغط على أي أحد آخر سواء على في البيت أو خارج البيت. عندما يصبح الضغط الشرياني، مقاييس العالمية، هناك عدة تصنيفات لارتفاع الضغط الشرياني من منظمة الصحة العالمية، وهناك عدة أرقام، بعضهم يعتبر أنه تجاوز هذه الأرقام يعتبر ضغط شرياني، بعضهم طبعا الموضوع في مجال واسع للاختلاف أو للقرار. بشكل عام أنا بشكل مبسط الأمور، أي ارتفاع للضغط الشرياني الانقباضي، لأن هناك ضغط انقباضي وانبساطي يعني الأعلى والأصغر، أكثر من 140 ملليمتر زئبقي، أو الضغط الانبساطي أكثر من 90 ملليمتر زئبقي، أو كلاهما، يعتبر ارتفاع ضغط شرياني حتى يثبت العكس. طبعا تختلف الأمور، يعني مريض المصاب بأمراض أخرى نعتبر الحد الأعلى عنده يجب أن يكون أفضل، يعني مريض السكري يجب أن لا يتجاوز 130، مريض الكليتين يجب أن لا يتجاوز 130، لكن عم نحكي بشكل عام الرانج هو بين 140 و90 ملليمتر زئبق. في حال تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني المريض يجب أن يلتزم في العلاج، لأن ارتفاع الضغط الشرياني هو أول عامل خطر في إصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية المحيطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.